هيبقى خطر على النادي الاهلي بالذات ان انت متعادله هناك 0-0. انت لو تشوف معانا على الشاشه دلوقتي ده تدريب النهارده هورويا كوناكري الغيني، ما وصلوا امبارح لمصر او للقاهره بالتحديد، والنهارده كانوا بيتدربوا على ملعب الكوره في نادي الاهلي مدينه نصر. ما انا زي ما بقول لحضرتك، هي فرقه كويسه. نتيجه التعادل 0-0 دي أسوأ، يعتبر من أسوأ نتائج التعادل اللي ممكن تحصل لأي نادي بيلعب خارج أرضه، لأن الفرقة دي لو جابت جون في النادي الأهلي هنا هتأزم الموقف جدا. صحيح. لكن أنا إن شاء الله واثق في لعيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي كارتيرون